يقضي المتعثرون شهوراً وسنوات خلف القضبان مكبلين بسلاسل الديون والمديونيات لعجزهم عن سداد ما عليهم من ديون للغير، وقد تكابد أسرهم صدف العيش والحرمان بعد سجن رب الأسرة. وقد بات ملحوظاً تزايد أعداد السجناء الموقوفين والمحكومين، وذلك نتيجة لجملة من الأسباب. نموذجنا اليوم أهرقته الكفالات الغرامية، هو وغيره يرجون ولاة الأمر وأهل الخير والمحسنين في هذا البلد المعطاء لمساعدتهم في فك كربتهم في عام زايد الخير. وعليكم السلام. بليز لو سمحت رقم النزيل. 187 187 221 221 واحد. طيب شو نوع القضية اللي أنت فيها؟ شو طبيعة القضية يعني؟ حادث سيارة. شو صار معك؟ حادث. حادث سيارة؟ أيوة. أنت من وين؟ من اليمن. يمن. طيب فيك تعطيني تفاصيل عن وجودك بالسجن، يعني كيف صار، أنت شو صار معك بالضبط؟ والله القضية الحين صار 10 سنين ودخلت سجن على كذا مرة. من 10 سنين صار؟ إيه، وكنت بطلع وبدخل يعني بتكفل عليه وبرجع مبلغ مالي يعني مش قادر أدفع، فيرجع مرة ثانية القاضي يطلبني وأرجع يعني سجنت عليه كذا مرة. يعني توتال يمكن سنتين. من الفترة الزمنية سنتين بس. آه. من فترة 10 سنين لهلا. هو يعني كيف صار الحادث أول شيء؟ وين صار؟ الحادث والله صار في أم القوين. وصراحة يعني كنت يعني في حالة سكر. فالتأمين دفع المبلغ بس رجع رفع لي قضية وكسبها في دبي، قضية مدنية تم فيه. مطلوب مني ادفع التامين الحين. اكيد من بعد ما جربت تسوق ابدا انت وشربان، صح؟ لا لا اكيد. شو اللي صار معك؟ مين حدا توفى؟ لا دعمت شو اسمه الجهاز الرادار تبع الحكومه. دخلت بالجهاز الرادار. الاثار هي ماديه، ما في حدا توفى يعني؟ لا لا الحمد لله. طيب بديك تحكي أكثر شوي وتفتح يعني قلبك وتكون صريح، يعني احكي لي شو حاسس، يعني شو صار بالضبط، شو همومك؟ والله بعد الحادث خسرت وظيفتي وخسرت كل شيء يعني، وعائلتي كانت معي يعني ما قدرت أخليهم، بعثتهم على بلدي، صار لي كذا سنة ما شفتهم، يعني حياتي تدمرت كلها من وراء الحادث هذا. عائلتك مؤلفة من كم فرد؟ زوجتي وبنتي وولدي. قد ايه لك ما شفته؟ الحين يمكن 6 سنين. 6 سنوات ما شفته؟ مش قادر اسافر بعد لان عندي منع سفر، قضية مدنية. غير لتدفع الفلوس تبع الحادث؟ كم الفلوس؟ مبلغ الحين 143,000. يعني بيعمل حادث، انت عملت حادث، مين بتطلع رح تتكفل بتصليحه لل ما كنت في حالتي يعني، كنت في حاله سكر. لو كان في تامين يعني تامين شامل، بس التامين ما خلاص الحاله ما يدفع، اللي انا اللي ادفع اتحملها. انت ما كنت تعرف الاقوانين؟ ايه كنت تعرف صح؟ ايه اكيد. وانت كنت عايش وقتها بعمر كمان؟ لا بدبي. شو اخذك لهنين؟ والله كنت طالع يعني مع شباب سهران. ايه. وهم كانوا معك بالسيارة؟ لا لا ما حد كان معي. كنت لوحدك؟ نعم. طيب عملت الاكسيدان دغري وعيت؟ وعيت على حالك انك دخلت بالهيدا ولا كنت مش كثير مدرك شو صار معك؟ تأذيت؟ صار عندك جروح؟ لا الحمد لله ما صار شيء. أدركت يعني بعد فترة يعني. قد ايه قعدت أول فترة في السجن؟ قعدت يمكن سنة ونص. ورا بعضهم؟ إيه.
والحين داخل في شو اسمه في 6 شهور. هلا انت رجعت فتت؟ بأي شهر رجعت دخلت مرة ثانية؟ الحين شهر 10. شهر 10 2017. ايه. وانت هلا مخالف؟ يعني انت موجود بالبلد عندك إقامة ولا لا؟ لا والله جوازي محجوز على نفس القضية. لك 10 سنين فيها؟ ايه. يعني القصة 2008؟ الحادث كان 2007. القضية 2008 صارت. القضية صارت 2008 حق عام صح؟ لا الحق المدني. مين ادعى عليك؟ التأمين، تأمين سيارة. تأمين السيارة؟ يعني أنت المصاري هيدي للسيارة؟ إيه. مش للدولة؟ لا لا لا. حق السيارة اللي كسرتها؟ لا. ثمن السيارة، هذا التأمين شو بده منك؟ فهمني. التأمين دفع المبلغ في أم القوين. ألزموه هناك بالدفع بس رجع فتح عليه قضية مدنية يسموها، فتحها في دبي وكسب القضية، والحين أنا ملزم بالدفع للتأمين لأن دفع المبلغ هناك، فالحين لازم أنا أدفع لهم. هو دفع المبلغ لمين بالأول؟ للحكومة في أم القوين. أيوة. يعني أنت مشكلتك هلا مع شركة التأمين؟ مع شركة التأمين. شو اسمها الشركة؟ شركة المشرق للتأمين. المشرق. المشرق للتأمين. هل حكيتهم كرمال تقسيط ما تقسيط، يعني إذا فيك تقسط المبلغ بالفترة القديمة يعني السابقة؟ حاولت كذا مرة بس ما اتفقنا، يعني طالبين مبلغ كبير كبداية وأنا ما أشتغل فما قدرت يعني على تسوية اللي هم طالبينه. إذا بتدفع الفلوس بتطلع من السجن صح؟ إيه بس موضوع فلوس. هلا هو بالقانون هيك بيصير، يعني أنت برأيك شيء صحيح، أنت منك مظلوم هيك؟ إيه أكيد صح. شيء إنه هيدا حقهم يعني. أكيد هو قانون عندهم في العقد صح. آه. طيب هو يعني هم دفعوا عنك عشان دفعوا للدولة علشان انت تخلص المشكل بينهم وبين ال ايه ما اعرف والله التفاصيل شو صار هناك بالضبط، بس بعدين لما فتحوا يعني كان لهم حق يعني في دبي يعني قضية مدنية، فالقاضي ما كان يعني حكم لصالحهم. طيب شو بقول لك القاضي لما جيت عم تحضرت جلسات كيف قضيت هالعشر سنين؟ وين رحت فيهم؟ شو عملت؟ والله موجود شو احضر جلسات يعني ما تسافر. ايه بس ما سافر. ايه حاولت ادور كذا مره شغل وهذا، بس جوازي محجوز على نفس القضيه، فلما يعرفوا ان عندي جوازك محجوز على قضيه كيف بتروح بالبلد؟ يعني كيف كيف بتمارس حياتك؟ صعبه جدا، ما يعني ما اقدر اشتغل، ما اقدر اسوي اي شيء، اكون مخالف، ما اقدر يعني امارس حياتي اليوميه، صعب. يعني انت هلا بس عندي ورقه يعني من المحكمه. اه عندك ورقه بتقدر تمشي فيها وتروح وتجي فيها؟ ايه يكون عندي ورقة من المحكمة. طيب شو بدي اقول لك؟ يعني الله يكون بعونك ان شاء الله، جميعا ان شاء الله بنقدر نساعدك ان شاء الله. ورجع ذكرنا بالمبلغ مرة ثانية. 143,000. 143,000 اذا اندفعوا بتتسفر، يعني بتروح من البلد، بتطلع من السجن بتروح من البلد، ولا بحق لك ترجع تعمل اقامه؟ لا لا بحق لي ارجع اقدر اسوي اقامه. ما في ترحيل يعني؟ لا لا الحمد لله. كيف حاسس هون بالسجن؟ منيح معك؟ الحمد لله، بس حاسس السجن صعبه طبعا. اكيد صعب. صعب بعيد عن اهلك واصغارك وهذا صعب. على كل ان شاء الله خير، واتمنى لك التوفيق، وبهالشهر الكريم المبارك ان شاء الله امورك ان شاء الله بتنحل. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. بدي اشكرك وانا اشكركم ان شاء الله. يوم تسعد ان شاء الله. نظرة
نستضيف في هذا البرنامج برنامج حريتك مع حواس النقيب عبد اللطيف محمد سالم من إدارة تنفيذ الأحكام، وسيكون ضيف في معظم الحلقات لكي ننظر إلى الناحية القانونية في الحالات التي نعرضها في هذا البرنامج. كل نقطة تتعلق في قضية من هذه القضايا ستعرض مع حضرة النقيب، وسنحلل تباعا ما هي التفاعل القانوني مع كل حالة. حضرة النقيب مرحبا، أهلا وسهلا بك. لنبدأ معك في الحالات التي تعنى على سبيل المثال بالقروض البنكية، عندما يتم احتجاز شخص بسبب عدم تسديده قرض لبنك لصالح بنك معين. نعم. على أرض الإمارات. نعم طبعا القضية بتكون لها أساس جساس جزائي قبل أن يحول الشخص إلى مركز. طبعا في مطالبات عن طريق البنك، يتعذر عليه الشخص أنه الشيك يرتجع، لا يوجد رصيد، يفتح بلاغ قضية جزائية ينحكم فيها. بعد صدور الحكم طبعا البنك يلجأ يرفع قضية مدنية بعد انتهاء القضية الجزائية. هنا القضية الجزائية منفصلة عن قضية المدنية. قضايا المدنية طبعا في جلسات يحضر المحاكم، إذا تعذر عليه الشخص دفع المبلغ القاضي طبعا يعطي مجال لتقسيط المبلغ. فإذا تعذر عليه ولم يجد كفيل يتم حبسه. تحدث النقيب في الحالة التي يكون فيها ليس قضية شك، إنما قرض سيارة، قرض كريدت كارت، أو يعني أو حالة مثلا من الحالات التي خسرت عملها ولم يعد لديها المال للتسديد. نعم في هذه الحالات طبعا بعد استنفاد الطرفان القاضي طبعا يحاول إيجاد حلول. في حالة تعذر إن الشخص لم يستطيع سد أو سداد المبلغ المترتب عليه يتم حبسه. أول ما يدخل السجن عندنا إحنا في محاولات أخرى مع السجين. طبعا يدبر أنه يكون معه كفيل يكفله، إذا لم يجد القاضي يعطي فرصة طبعا شهر لدبر نفسه على أساس يدفع المبلغ ويجد بحجز جواز سفره وكفالة يطلع. إذا تعذر في حالات إنسانية عندنا نحن هنا في الإدارة العامة مؤسسات العقابية قسم الرعاية الإنسانية، إنسان إذا متعسر لا يوجد له دفع مبلغ من أي جهة أخرى، في جهات غيرية في هذه الحالة تتدخل تحاول تساعد هذا الشخص. وهذا الهدف الأساس من البرنامج، أنه نبحث عن هؤلاء الناس اللي يقدمون دعم لخروج هذا النزيل أو ذاك. طيب حضرة النقيب، عندما يكون الأمر يتعلق ببنوك وهناك فوائد تترتب خلال المدة التي يكون فيها النزيل داخل السجن، هناك فوائد والمبلغ بيصير يمكن يزداد حتى يمكن يكون أساس المبلغ هو نصف المبلغ اللي هو مطالب به. نعم. كيف تفسر هذه الحالة؟ في هذه الحالة عندنا قسم الرعاية الإنسانية يشوف الدين الأصلي المطالب للبنك، يتحاورون مع المشتكي أو مع البنك على أساس يعملوا تسوية، يتخبل بالمبلغ الأساسي ويتنازل عن الفوائد اللي بترتب عليه. وغالبا ما يحصل التنازل؟ غالبا ما يحصل معنا في الشركات الخاصة مثلا زي تأجير السيارات. حادث في سيارة، استأجر سيارة وفيها حادث ومبلغ السيارة، وطبعا مكتب التأجير يحسب عليك يومي اللي سيارة توقفت عليه يضيفها إيجارها. فنحن نحاول نتواصل مع المكتب على أساس يتنازل جزء من هذه القيمة المضافة طبعا اللي هي إيش الفوائد. صادفنا حالة أيضا، هو عندما يكون هناك حالة تحت تأثير الخمر، صار في حادث ولكن التأمين لم يغطي تكاليف الحادث وانتهى انتهى بالرجل انه دخل السجن. نعم. كيف يعني هذا لا يعتبر مثل ظلم بمكان؟ هذه لا، هي من الشروط اللي تحط فيها شركات التامين. نعم. انه الشخص اللي يرتكب حادث يجب ان يكون واعي، بكل وعي بدون يعني ممنوعات يعني الخمر ومخدرات وهاي، فشركه التامين ما تتحمل في هذه الاشياء.
فالشخص هو يكون مسؤول عن نفسه في هذه الحالة يعني. خاصة أن التأمين ما بيتحمل هذا المبالغ اللي ترتبت عليه الشخص هذا. طيب مثلا حالة حادث أم القوين 143 ألف درهم، وهذا الحادث من 10 سنين حصل، ما هو المخرج القانوني له؟ والله شوف، طبعا الشخص في القضية هاي اللي صارت قديمة والشخص تعذر عليه والمبلغ اللي مترتب عليه، حاول جهات خيرية كثيرة في البلد ما مقصرين إن شاء الله يتم مساعدته في هذا الجزء من المبلغ يعني. بس قانوناً ترتب. قانوناً هو لازم يبقى بالحبس يعني. هنا في قانونين تحكم عليه المحكمة، اللي هو يعني اللي هو الشخص يطالبه حقه يعني، سواء كان شركة أو شخص عادي، أو يعني من حقه أنه يأخذ الأضرار اللي ترتبت عليه طبعا عن طريق المحكمة. فهذا الإجراء إحنا يوصل عندنا للنهاية شخص بعد استنفاد درجات القضاء يوصل للسجن، لكن حلها بتكون عند القضاء بعد ما يتم حكمه. إحنا نحاول نجد كمساعدين فقط، إنما القضايا اللي ينظر فيها هو القضاء لإيجاد حل لهذه، القاضي يتفاهم مع المشتكي ويقابل شهريا المسجون. نعم. طيب نصادف حالة أخرى وهي أجار شقة على سبيل المثال، أصل المبلغ كان 54 ألف درهم وصل لحتى صار 277 ألف، واتفاقية منتهية يعني اتفاقية الإيجار خلصت ولكن تم تمديدها لأنه النزيل ما عرف أنه لازم هناك إجراءات قانونية لازم يقوم فيها، اللي هو سحب الشقة عن اسمه عن طريق ريرة وما إلى هنالك. نعم، حالات الإيجار يكون يوصل عندنا بعد ما يتم مقابلة المؤجر والمستأجر أمام القضاء. القاضي هو اللي يقدر قيمة اللي يتم إلزامه بدفع المبلغ الإيجار. فبعد صدور الحكم، طبعا بعد صدور الحكم المبلغ يكون ثابت، السجين يلتزم أو الشخص هذا يلتزم بدفع هذا المبلغ، أما الفوائد خلاص يعني بعد صدور الحكم ما يترتب عليه فوائد. بس حضرة النقيب، في كثير ناس مثلا، لدينا حالة أخرى من سجن النساء وصلت إلى المطار وهنيك تفاجأت أنه في دعوة مقدمة ضمن عليها من صاحب المجمع على أنه في سنة هي في ذمتها وهي غير موجودة في البلد. هذه بتكون قضية مرفوعة، القضية مرفوعة ضدها بيكون تعميم موجود في منافذ الدولة، صدر عليها حكم قيابي، وهذا هي ملتزمة أنها تدفع المبلغ المترتب عليه. فأول ما شخص يصدر عليه حكم يعمم عليه، وبالتالي ما يقدر يقادر الدولة، خاصة إذا الشخص طلب، المشتكي طلب منع من السفر. ففي هذه الحالة هي تكون ملتزمة بالحكم الصادر عليها قيابيا، تدفع المبلغ اللي حكم عليها القاضي. طيب خلينا نروح بالتفاصيل أكثر، نحن لأنه دورنا نبرز يعني حق النزيل، لأنه يمكن في بعض النزلاء ما عنده المحامين دفاع. هذه الحالة بالضبط هي جاي زيارة على البلد وعمرها 43 سنة ولا تعمل هنا وكانت تعيش هنا، وتفاجأت بهذه الدعوة القضائية الخاصة بالأجار، ليس لديها مكان أن تنام به. في حديث مع آلة بالضبط أنه أنا انتهى بي المطاف أني بنام على شط البحر. طيب يعني عن جد هذه الحالة أثرت فينا كلنا. نعم. يعني وهي لا تعمل يعني ما الحل هنا؟ نعم، هنا طبعا هو صدر عليه حكم قيابي، ممكن تعترض على الحكم القيابي، فالقاضي يبدأ من جديد ينظر في القضية. في حالة أنه نفذوا عليها، إذا ما تنازل تنفذ يعني العقوبة. يعني الموضوع هو بالدفاع، بالدفاع دافع عن نفسه. في هذه الحالة صدر حكم خلاص قيابي، فمعناتها لازم تنفذ الحكم وتعترض على الحكم إذا كان قيابي، وبالتالي أنه في مجال عندها تدافع عن نفسها وتقدم دفعات.
شكلية. شكلية ترفع مذكرات على أساس أنها ما كانت موجودة في هذه الفترة وليس لديها مبلغ. في حالة إلى تنازل المشتكي ممكن، إذا ما تنازل بينفذ المبلغ اللي مطالبين فيها. في حال ثبتت أنه هي الشقة التي كانت فيها وكانت مؤجرة لحدة تاني يعني. نعم الشقة طبعا المؤجر بيطلب هو ادعى فيها. أيوة طبعا بيستلم الشقة، يعني إذا هي روحت سنة ما ممكن لازم بيستلم الشقة. هو استلم المفتاح وهي فلت. هي فلت بس لكن بيكون في هذه الحالة إن تدفع الإيجار المترتبة من تاريخ تركها وتاريخ استلم الشقة هو. فالمبالغ هذه لازم تلتزم بدفعها. فإذا ما عندها طبعا تدخل السجن عندنا هنا في طريقة تحول حالة وتعرض على لجنة. هل أنتم بتساعدوا في حل الموضوع؟ عندنا حالات الإنسانية في قسم مش دفع الفلوس، إنما فقط أنه تبرز الناحية القانونية مين معه حق ومين ما معه حق، من هو من صاحب الحق يعني. هذا من ناحية قانونية طبعا المحكمة تفصل. المشتكي لازم بيبرز عقد الإيجار المبرم بينهم، فبموجب القاضي بموجب العقد الإيجار بيحكم عليه. إذا كان الإيجار مدة سنة وما دفعت سنة ودفعت دفعات والباقي المترتب عليها يجب عليها أن تدفع. تمام وصلت الفكرة. طيب لنحكي عن موضوع مثلا الحالة اللي فيها، هلا هو شرح عن وضعه كتير منيح ولكن يتحدث عن مطالبات من مستشفى بسبب ولادة تبلغ لحدود 600,000 درهم وهو ما معه 1,000 درهم. نعم اكيد هيدي القصه عرفت فيها حضره النائب. نعم نعم تعليقك على هالموضوع. هذه الحالات مثلا يعني نحن عندنا شخص طبعا دخل السجن وحكم عليه هذا المبلغ ولا يستطيع دفع هذا المبلغ. فهذه الحالات طبعا تدرس عندنا قسم الرعاية الإنسانية في لجنة تدرس وهذا المبلغ إن شاء الله يتم توفيره بعد موافقة اللجنة وفي ناس أهل خير يعني يتبرعون فيه الأشياء إن شاء الله. بس إذا ما نحكي قانونا هو دخل على المستشفى بحالة طارئة من بعد ما تم رفض 4 مستشفيات ياخدوا الطفلين زوجته عم تولد، هناك طلبوا منه تشيك وبعد مدة 2 شهر وطلعت الفاتورة كبيرة. هل يعني برأيك حضرة النائب يعني أكيد المستشفى تعرف أنه هذا الزلمة مسكين يعني ما معه فلوس، كيف يعني هل هناك بيصير في استدراج معين أو هذا؟ شوف هذه الأشياء راجعة لإدارة المستشفى. نعم نحن ما ندخل في إدارة المستشفى، هي التي تتصرف تدرس الموضوع هذا، هي اللي ترفع احيانا قضيه عليه او ما هي رفعت قضيه عليه واحيانا طبعا في المستشفيات حتى احيانا في ناس اهل خير في المستشفيات يساعدوا، لكن نحن كمؤسسات العقابيه احنا نساعد الشخص اللي دخل السجن. حضرت النائب ايه بس تشوفهم يعني وتقعد معهم وتشوف هيك حالات انه لانه نصاب ولانه مجرم ولانه قاتل حدا صحيح. إيه نعم شو نعم. تفاعل كيف فينا نتفاعل نحن في زي حاله حتى في عندنا يعني حالات نزيلات دخلوا السجن ولدوا في مستشفيات وخرجت وترتب عليها طبعا في واحده كان عندنا ترتب عليها تقريبا 12,000 درهم ولاده، وهي تركت المستشفى وأخذت بنتها فكنا نبغي هذه الفجأة انحكمت باللي بعد خارج الدولة، فكيف نبعد هذا الطفل وما عنده شهادة وبلاغ ولادة وكذا، لأنه المستشفى ما تصدر له بلاغ ولادة ولا شهادة ميلاد إلا بعد دفع الرسوم. نعم هيدي الحالة أنت عم تحكي عنها وكان احنا صورنا معها. أيوة. اللي هي كمان حنحكي عنها في هذه الحالة، هي اللي ما عندها شهادة ولاد ميلاد لبنتها صح؟ أيوة نعم نعم. في هذه الحالة احنا نحاول نخاطب المستشفى خاصة إذا كان مستشفى خاص، نخاطبهم على أساس يعطونا بلاغ الولادة وأن هاي نزيلة ومحكومة بالإبعاد وليس لديها مبلغ لدفع الرسوم. فأحيانا يتجاوبوا معنا وأحيانا يطلبوا نص المبلغ أحيانا، ونحاول نساعدها بنص المبلغ على أساس نستلم بلاغ الولادة ونستخرج شهادة ميلاد للطفل
ونصدر له وثيقة سفر يقادر مع والدته يقدر يسافر. نعم. طيب سنعرض معك حالة شبيهة لحالة الطفلة التي بدون أوراق ثبوتية للولادة، حالة كمان نزيلة قبلناها بسجن النساء، خلصت إقامتها وكل يعني عائلتها هلأ صارت بوضع يعني بتقول حتى بكلامها بتذكره كتير منيح، بتقول إنه تغيرت حياتها كلها، يعني انقلبت بعد ما كانت عندها عايشة برخاء وهيك. هلأ أنتوا بإدارة السجون هون ولما يكون في تنفيذ أحكام عليهم، كيف تحاولوا تتعاطوا مع هذا الشأن مع هذا الموضوع؟ يعني والله يعني إحنا من حالات النفسية نشوف إذا هي نزيلة مضطربة وكذا نعرض على طبيب نفسي نشوف حالتها وكذا، إذا حالتها تحسنت ونبدأ إجراءات. طبعا هذا حكم قضائي لازم يتنفذ، يعني نشوف الطفل عنده شهادة ميلاد وثيقة أو ما عنده، نعمل له شهادة ميلاد، نستخرج من المستشفى اللي ولد فيه ونستخرج له وثيقة سفر. نعم، أنتوا يعني تطلعوا لكل الشؤون اللي بتعنى بالنزيل، مش بس النزيل هو موجود هون، إنما الملف القضائي كله بتحاولوا تتدخلوا للمساعدة. نحن نساعد يعني من جميع النواحي، نبدأ فيها يعني لجنة موجودة هي اللي تقرر إن هذه الحالة تستاهل المساعدة والقدر المبلغ اللي محتاجة بيساعدوها إن شاء الله. طيب حضرت نقيب سؤال آخر، عندما يدخل النزيل ويكون عليه قضية واحدة بجراء وجوده بالسجن بيصير عنده قضية أخرى وأخرى وأخرى، يعني بيفوت بقضية تنقور أجار بيت لأنه موجود بالسجن ما عم بيقدر يسدد، بيصير عنده دفع قسط سيارة، بيصير عنده دفع مدارس، بيصير عنده تأخر مرتبات مالية، بيصيروا دعاوى متعددة. هل بصير في هناك طلب استرحام بمكان ما؟ هذه حالات تمر علينا، خاصة الأشخاص اللي عندهم مثلا محل تجاري يتعاملوا بالشيكات، ففي عندهم يستلموا الأقراض البضائع بشيكات شهريا يعني. نعم. فكل ما يحين موعد الشيك يقوم التاجر الآخر يقدم الشيك، بصير أكثر من قضية. كل فكان عندنا نزيل أذكر يعني عليه عدة قضايا، فمن كثرة ما الشيكات تتوالى فيتم ضم جميع القضايا ويتحاكم فيها ويشوف المبلغ اللي يترتب عليه في النهاية، يحاول يعمل تسوية ويخصص المبلغ يعني. حالة النزيل مثلا السوداني اللي قبلناه عنده قضيتين، ف هناك لجان قانونية داخل إدارة المؤسسات العقابية تحاول أن تجد حل مع المشتكين. نعم. يعني حتى لو كانوا قضيتين أو أكثر فهناك دور تقومون به. نعم، إحنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أصدر قرار يعني كل القضايا الشيكات إذا أبرز الشخص تنازل من المشتكي مباشرة يفرج عنه حتى إذا كان الشخص محكوم سنين. نعم. فقضايا الشيكات دائما يحاولوا إيجاد حلول مع المشتكي، لكن بعض المشتكيين يعملوا يتصنطوا يرفضوا الحلول اللي يقدمها نزيل، مع أنه هو ممكن يعني لو طلع من السجن يقسط المبلغ اللي عليه. إذا عاد اشتغل ولا بالضبط يعني، وعنده تجارة وهو يمكن هو عنده يعني معظمهم. نعم. بيقولوا نحن لو طلعنا من ممكن يسدد لو طلع برا هناك، لكن أحيانا تكون في منافسة بينهم ويرفض إلا أنه يدفع المبلغ كامل. نعم. فبالتالي يترتب عليه صعوبة في أداء هذا المبلغ المترتب. كما هو الحال في أحد. طيب رح نسألك عن حالة أخرى، أحدهم شريكه عمل تشيكات وفل من البلد وهو طلعت المسؤولية عليه. شو فينا مثلا عمره 27 مش عمره عفوا القضية من 6 سنين وله زمان بالبلد وبسبب فات شراكة مع شريك وصار عنده هالمشكلة الأمنية. نعم. فهذا هو اللي يتحمل، إذا هو عنده وقع الشيك باسم الشركة وهو مقول بتوقيع الشيكات فهو يتحمل يعني
طبعا نحن ما عم نقول انه ما لازم يتحمل. نعم. بس انه هل قانونا هو يعاقب؟ يعني القانون لا يحمي المغفلين. نعم. نعم. بس نحن مثل ما قلنا انه كاداره انتم بتحاولوا تلاقوا حلول. نحن نحاول نوجد حلول لكل النزلاء، سواء كان قضايا شيكات او قضايا اخرى مروريه او قضايا ديون، كانت شركات او فنادق او شركات تاجير سيارات. نحاول دائما حلول للنزلاء المعسرين اللي لم يجدوا او لم يتمكنوا من اداء هذا المبلغ المترتب عليه. فبقدر الامكان في اعتقد احصائيات موجوده عندنا قسم الرعايه الانسانيه بعدد النزلاء اللي تم مساعدتهم من وعدد المبالغ اللي تم تسديدها كل عام موجوده ان شاء الله. طيب في عنا حالة كمان جراء تأخر من دفع المعاش، يعني هو موظف بشركة، الشركة تعثرت جراء تأخر ترتب عليه ديون معينة، منها مثلا لبنك نور الإسلامي 35,000 وعنده مسؤوليات كتيرة، يعني أمه زوجته وأطفاله. شو فينا نتحدث هون عن كيف تأثير العمل على الشخص اللي هو بالآخر عم يدفع الثمن؟ طبعا هذه المبالغ اللي تترتب عليه النزلاء ويتعثرون ويدخلون السجن ممكن يؤثر على أسرة النزيل. فالحمد لله احنا عندنا الإدارة العامة للمؤسسات العقابية قسم الرعاية الإنسانية في متابعة لأسر النزلاء وحالاتهم، وفي طلبات توصل وفي مساعدات تقدم لأسر النزلاء. طبعاً. بالإضافة إلى مساعدة النزيل نفسه، يعني إذا كان معسر ولا يستطيع دفع المبلغ هذا وليس لديه يعني دخل من شركة أو أي مكان آخر فيتم مساعدتهم. في حالة أخرى أجار بيت وهو القاضي قال له تطلع لبرا، اللي هو تحول إلى مسلم. أكيد شفناه يعني. أيوة. فهو يعطى مهلة شهرين، بهالشهرين شو ممكن يعمل النزيل؟ يكون معه ورقة ثبوتية إنه هو جوازه موجود هون. وهو عليه مبلغ للدفع، بس هذه الفرصة اللي تعطى من القاضي قديش بتكون إيجابية على النزيل؟ طبعا القاضي لما يعطي فرصة للنزيل يشوف نزيل حالته، يعني ممكن هذا النزيل موظف في شركة ومعاشه كويس وممكن لو طلع في خلال شهرين يدبر المبلغ. يعني في هذه الحالة طبعا القاضي يعطي فرصة انه يطلع شهر شهرين وبضمان طبعا جواز سفره او كفيل يكفله انه ما يهرب. نعم، على اساس حتى المبلغ اذا كان مبلغ يعني يقدر يسدد شهريا مبلغ اقساط معين يعطي فرصة. يعني خاصة الآن عندنا تواصل مع القضاء مباشر، يعني عندنا السجن ما يقصرون يعني مساعدتهم في عملية إطلاق سراحهم بكفالة ويعطاهم فرصة لسداد المبلغ. طيب حضرة النقيب، إذا بدنا نحكي المجال اللي أنت بتمثله اللي هو تنفيذ الأحكام. نعم. كيف فينا نصنف هذه الوظيفة أو هذا المفهوم؟ يعني للناس اللي بدنا نبسط لهم الموضوع، شو بنقول لهم عن تنفيذ الاحكام؟ نحن تنفيذ الاحكام من اسم مسمى، يعني نعم. من الاسم يعني ننفذ الاحكام الصادره من الجهات القانونيه. الاحكام هذه طبعا لازم تنفذ بشكل القانوني ووفقا للوائح وقواعد قانون تنظيم المنشآت العقابيه. ونراعي طبعا هذه الأحكام الصادرة طبعا للقضايا، نفصلها تصنيف القضايا، قضايا المدنية، قضايا الشيكات، قضايا الجنائية، ولازم تكون تصنيف النزلة حسب الأحكام الصادرة سواء كان عن طريق الجنس أو عن طريق العقوبة أو عن طريق التهم، على أساس ما يصير تأثير بعض المجرمين على قضايا الناس اللي محكومين بقضايا بسيطة. فتنفيذ الأحكام إحنا نفذ الحكم وفقا للقوانين قانون المنشآت العقابية ونراعي بعض الظروف
ونوفر لهم بعض الخدمات للنزلاء على أساس يتواصلوا مع أهاليهم أو مع شركائهم إذا كان عليهم مبالغ قضايا مدنية. طبعا لهم حق في الاتصال وقضايا أخرى حتى أيضا يعني يتم اتصال بأهاليهم بقناصلهم إذا كانوا أجانب بقناصلهم. نعطي جميع حتى الفرص. في حالة من اللي هني باسبوره انتهى مثلا حاول يجدده. نعم اللي منتهي جوازه أيضا نحن نتواصل مع القناصل نطلب فورمات لتجديد الجواز وعندنا مندوبين ليوصلوا الجواز دون إرسال النزيل إلى القناصل والهيئات الدبلوماسية. فنجدد الجواز بواسطة مندوب هو اللي يوصل الجواز ويجدد ونستلم الجواز. طيب وتجديد الجواز إذا واحد ما معه يدفع شو بيعمل؟ في طبعا في بعض القناصل يطلبون تجديد الجواز رسوم تجديد الجواز. فالنزيل لو كان عنده إمكانية في تجديد ودفع رسوم تجديد الجواز ناخذ من النزيل ونجدد. في حالة انه النزيل ما عنده إمكانية لدفع ولا يوجد له شيء في الأمانات نحن نعرض موضوعه على لجنة المساعدات على أساس يتم مساعدته في تجديد جوازه. وأيضا إذا كان محكوم بالإبعاد أيضا يساعدوا في إيجاد تذكرة سفر لبلده. هذه تذاكر السفر كمان بتساهم نعم فيها وزارة الداخلية. نعم وزارة الداخلية وبرضه عندنا إحنا رعاية إنسانية هنا. نعم. مبالغ للمتبرعين. نعم. نقطع لهم تذاكر وأيضا صندوق الفرج إذا من أبو ظبي. يتم مساعدة نزلاء المعسرين اللي لا يوجد لديهم سواء تذاكر أو محتاجين لأشياء أخرى. رح أسألك سؤال حضرة النقيب. عندما يدخل النزيل إلى يحول لهون للسجن العوير السجن المركزي طبعا يجرى له الفحوصات ويؤمن له كل احتياجاته الخاصة. أمتى أنتوا بتشوفوا النزيل أو وين بيوصل لعندكم أنتوا كإدارة تنفيذ الأحكام؟ يعني أنتوا شو بتختصوا؟ كيف عملكم اليومي؟ يعني أنتوا عندكم سيستم كيف؟ نحن عملنا إدارة تنفيذ الأحكام مختصين باستلام النزيل من المحاكم والنيابة العامة ومراكز الشرطة الذي تم صدور حكم ضده. أي شخص صدر عليه حكم ينفذ بالمؤسسات العقابية. نحن عندنا ربط إلكتروني مع النيابة العامة. الأحكام تصدر من القضاء توصل مباشرة للنيابة. النيابة في ربط إلكتروني نستلم الأوامر إلكترونيا قبل وصول النزيل. نعمل بكون معروف الحالة. نعم. وكل شيء التفاصيل عنه البيانات موجود بيانات الحكم جنسيته اسمه كل التفاصيل القضية موجودة في أمر تنفيذ الحكم إلكترونيا توصل. يوصل النزيل بعد ساعة 2:30 يعني بعد الظهر في استاف خاص لاستلام النزلاء وتأكد من شخصياتهم أنه هو الشخص هو يقابل النزيل يقول أنت فلان فلان صدر عليك حكم كذا يعرفه بالتهم والحكم الصادرة ضده ويتأكد من شخصيته وبعد ذلك نعمل له ملف ورقي وبعد ذلك يتحول ملف النزيل هذا إلى ملف إلكتروني. إذا كان حكم قيابي نقول له أن حكمك قيابي لك حق في اعتراض على الحكم القيابي أو ممكن تستأنف. إذا كان الحكم حضوري نفهم للسجين أنه عنده فرصة لاستئناف الحكم خلال 15 يوم. فإذا هو مقتنع بالحكم خلاص مقتنع بالحكم. ربما النيابة تستأنف ضده على أساس أن الحكم لا يتناسب مع الجريمة اللي ارتكبها وبالتالي ممكن النيابة تستأنف ضده. في هذه الحالة أنه السجين له حق أيضا نزيل. أيوة النزيل عنده حق في عملية تجهيز مذكرات دفاع. نعطيه فرصة أنه يكتب في مكتبة موجودة إذا عاوز يكتب أو عاوز مثلا محامي وكل محامي تواصل محامي يرفع يترافع عنه. كل الحقوق تفهم للسجين أول ما يدخل هو النزيل أول ما يدخل. حضرة النقيب صادفنا حالة هلا ذكرتني بالموضوع. صادفنا حالة ما عنده فلوس تعطي المحامي وكل ما يتصل بالمحامي يطلب منه رسوم عالية لا يستطيع النزيل التكفل بها. ما هو الحل هنا؟ طبعا النزيل اللي صدر عليه احكام
بسيطة ربما ما يحتاج إلى محامي، يمكن يدافع عن نفسه. أما بعض القضايا ربما النزيل يحتاج إلى محامي. في بعض المحامين طبعا ربما يطالبوا مبالغ كبيرة، لكن في إحنا نعطي مجال للسجين بعدة محامين يتصلوا فيه. في بعض المحامين ما شاء الله يعني يساعدوا يتفاهموا مع النزيل على أساس يترافع عنه بعض المحامين، يعني في بعض أهل الخير. حضرة النائب أنا بدي أشكرك يعني، وفي حال أي معلومات إضافية وأي نزلاء نقابلهم ونريد الاستفسار أكثر عن حالتهم ستكون ضيفنا بالأكيد. حاضرين إن شاء الله بكل تأكيد. شكرا لك.